الرائدة الأستاذة خولة العتيجة، نرحب فيك ومسي عليك بالخير في برنامج عسيف. الله يمسيكم بالخير، وأنا يشرفني وجودي معاكم، وأنا بقول لكم حياكم الله. الله يطول عمرك. حياك الله. عندنا طبعا أنت حضرتك من الشخصيات النسائية التي لها وزنها في العمل السياسي ولها حضورها وكتاباتها، حياك الله نورتينا. الله يسلمك ويعافيك ويحييكم. احنا اليوم نبي نكسر القاعدة، بنبدي في الجانب والمحور العائلي قبل لا ندخل في يمكن البصمات اللي تركتيها في مجالك الاجتماعي التربوي النسائي والإعلامي. يمكن أنت في أكثر من تصريح لك دائما كنت تذكرين أن أنت ترعرعتي وتربيتي بشكل خلينا نقول المنحل الديني والإسلامي على يد الوالد. الوالد؟ لا، أنا يتيمة من عمري 5 سنين، لكن والجانب الديني جاء متأخر، يعني يمكن المعلومة فيها شوية تحتاج إلى تصحيح. يعني لكن خلنا ناخذك على شوية لذكريات العائلة والذكريات القديمة. احنا عرفنا ان حضرتك كنت دائما بفترة الايام القيض، واحنا الحين بلشنا بشوية بالحر، كنت تنحاشين برمضان، واحنا الحين مقبلين على رمضان، كنت تنحاشين وتاخذين الاكل وتنخشين فيه. لا يعني كان حسنا الديني ضعيف جدا في ذاك الزمان، يعني لا بعدين كنت يمكن بالعمر صغيره بالعمر. اي طبعا طبعا لا كنا صغار، ترى يعني حتى نحن واحنا صغار اتذكر انا بايام المتوسط، كنا اولى متوسط وكان وقتها صيف يعني، كنا نروح صوب الماي بالمدرسه على بدنا نتمضمض ونشرب نص شويه لا احنا نركب السطح كنا وتاكلين نبوق الاكل ناكل ونحدد يعني حتى ما يكفي او ما يشبع، بس انه يعني تعرف صغار صحيح. الحين عيالنا ما شاء الله عليهم يعني عندهم إرادة غير أكثر منا، تشوفينهم أطفال وصغار وتقولي لا أفطر، إيه نقول لهم يعني نحاول مثلا الأمهات يحاولون يقولوا لا أفطر نص النهار، ما يخالف تشرب ماي، ما يرضون. صحيح يعني ممكن صحيح. نقول أنا مثلا تخلي درجات المادنة احنا نقول عنها مثلا ان لأذان الظهر لأذان العصر صح. هم بسم الله عليهم الحين قاعد يكملون للمغرب. اي يعني يمكن يعني هذا اللي خلاك تربين عيالك انه شوي تزيدين الحس الديني، انه يمكن بالفت والله سبحان الله، يعني هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الواحد يعني يعطي النصائح ويلقيها عليهم وعلى مسامعهم، والله سبحانه وتعالى يتكفل برعايتهم فيطيعوننا ويمشون على خطنا. نعم. والحمد لله. وهو طبعا ما في أحلى على قلب الأم من أن عيالها يعني يطلعون مثل هي ما بقت لهم أنهم يطلعون في النهاية صح. ولي الأمر يمكن يوجه ويحاول أن يسهل الطريق لأبنائه وبركة رب العالمين يعني وتوفيق، لأن ما أنت تنصح وتتكلم وتوجه وتربي وتحاول تكون قدوة، لكن عاد مو كلهم يطلعون على مثل ما تبيهم، فالله سبحانه وتعالى يعني صحيح. وايضا يمكن استاذه خوله يمكن حتى طريقه النصيحه لها فن، في ترى ابناء ما يتقبلوا النصيحه يحسونها كانها امر صح. انت بما يمكن انك ذكرتي بديتي حياتك وانت يتيمه، صلى الله يرحم الوالد، شلون كانت حياتك؟ والله انا حياتي كانت حريه تامه يعني من صغر احنا يعني احنا عائلة صغيرة، سكننا مثلا في حي في وسط عائلات كبيرة وممتدة، مع ان احنا عائلتنا كثيرة صحيح، ولكن عشتي في اسرة صغيرة في بس في مجال الاسرة، يعني العائلة كانت تعتبر في ذاك الوقت. وين يعني اي منطقة كنتي؟ عائلة صغيرة، احنا كنا في سكننا في الصالحية في منطقة الصالحية، يعني احنا كنا اول في المباركية، يمكن ولدت فيها هناك بس إن ما أذكرها بالمرة. خرجنا منها وسكننا شفت شارع فهد السالم، الشيراتون الحين كان بيتنا هناك مع مقر المالية في ذاك. هاي الحاشكم خوش تثمين يمكن لا ما حاشنا خوش تثمين لظروف معينة، ولكن كان في ذاك الزمان صحراء، ما كل باب السور ووراء بر، فكانت بالنسبة لنا لما توفى أبوي وعايشين في ذاك البيت
العائلة يعني احتجت شلون حرمة وثلاثة خالة وأربعة خالة يعيشون في هالمهيل البعيدة. صحيح. يعني بعيدة حتى. أنتوا كنتوا بس بنات؟ لا لا، بنات وأولاد. وأولاد. إي بنات وأولاد، بنتين وثلاثة أولاد. فيعني فنقلنا بغير إرادتنا أو يعني. تم نقلكم. إي طبعاً امتثالاً لأمر العائلة أن ما يصير نعيش هناك وظروف مادية معينة، فنزلنا الصالحية. منطقة الصالحية يعني كانت تمثل هي البيت القاعدة لي يعني اللي تشكلتي فيه لحياتي. اي دخلنا فيها المدرسة، عشنا فيها، يعني في حواريها، في سكيكها، في لعبنا فيها، جيراننا، أصدقائنا اللي ما زالوا يعني كانوا بالصالحية يعني كلهم معانا. حتى لما طلعنا بالتثمين أو بعد التثمين، لما طلعنا في المناطق اللي ما وراء السور، كنا كعائلات يعني كنا في يعني مجاميعنا يعني موجودة، سواء كانت بالشامية أو الفيحة أو. لكن اللي فهمته من كلامك انه كان اساس الاساس بالحياه هو الحريه التامه، هل هذه الحريه اللي كانت ببدايه حياتك انعكست اثناء زواجك وانجابك وصارت ما عندك حريه حق عيالك، يعني صرتي معاهم وايد ستريك؟ لا والله ما هذا، ما اعتقد يعني ان انا صرت ستريكت معاهم، بالعكس. بس انا اثرت علي انا يعني كنت مثلا مو البنت الكبيره اللي قاعده في البيت وتساعد امها في شغل البيت وشيء، ولا كنت صغيره يعني كلش ما افهم بديت المدرسه وكذي، فكنت ولا امي من النوع اللي كانت تقول لا تطلعين ولا لا تدخلين، فكنت يعني فكان عندك حريه. عندي حريه اللي نسميها يعني هياتت يا حال ها، وبالسكيك واول امان. صحيح. أول بلد صحيح. أمان نطلع وندخل ونرجع، وعندنا وبعدين في أعراف في أعراف كانت حلوة، يعني مو الحين حياتنا هالملخبطة. صدقت. الليل نهار والنهار يعني إحنا مثلا إذا عطلة أو بالصيف وعلى طاري القيض، يعني إحنا نطلع الصبح نلعب، لكن بعد الظهر ما حد يطلع. صدقتي. صح. خلاص. أهلنا يخوفوننا بالخروف المسلسل وحمارة القايلة، ولدرجة من كثر خوفنا نسمع أن هذا من الأوهام يعني. أي. صحيح. فندخل البيت، ومتى الانطلاقة الثانية؟ بعد صلاة العصر. صحيح. بعد صلاة العصر نطلع، وفترة محددة بعد الأذان المغرب. لا خلص. وبعدين حتى مفصلة تفصيل، خاصة بالصيف يعني أذن نطلع يراعي البرد ها؟ يعني كان في قواعد أساسية. إيه يعني متعارف عليها، قواعد مو مكتوبة يعني. صحيح. يعني حتى التنكر اللي يرش السكة يعني كل عصرية ننطره علشان نركض وراه ويرشنا مع السكة ومع وقت السباحة يكون الحزة ومع التراب ومع كل شيء، ونكمل بس أذن المغرب خلاص دخلنا، يعني ما في ما حد ينادينا ونعيي ولا ماني. خلاص خلاص. اذا كنت البنت الكويتيه اليرعى، خلينا نقول اللي فيها شقاوه. أي أي شقاوه. أي على سنها. لا هل هذا يمكن هذه الطبيعه ساعدتك في المستقبل، انك انت دشيتي وخطتي في المجال خلينا نقول النسائي؟ أكيد. بقوه وبجديه. اكيد وايد يعني الواحد يكتسب الجرأة في الحديث، يحل مشاكله بروحه ما حد يدري عنه. صحيح. يعني لابد في الحي البنات وتخانقون تمد على نفسها وتحاربون بشكل. او شيء يعني مع اخوانه، انا يعني مدافعه شديده عن اخواني بالسكه يعني لو اللي اصغر مني، فاكيد يعني اللي يأذيهم عادي ينطق يمكن. اي فهالايام اكتشفت واحد اني كنت طاقته يوم النصير بس ريال كبير كنتي تتمنين تكونين رسامه عالميه؟ مو عالميه بس يعني كنتي تحبين تدشين في 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 هذا المجال. وبعدين انتهجتي انت تكونين يمكن معلمه لغه عربيه. اي سبحان الله. مجالين يمكن مختلفين بشكل جدا، هذا فني هذا ادبي. لان فعلا انا اول ما رحت مصر كنت ابي اروح كليه الفنون، طبعا اخوي كان يدرس طب في اسكندريه. حلو. ف
فقال ايش يعني بعد حتى شوف احنا يعني اول حليوين بسرعه يعني نطيع يعني شنو جايه مصر تدرسين رسم كذي يعني بكل هذا. فشوفي لك مجال اخر. قعدت ادور يعني وين اروح وين اروح وين اروح. انا احب اللغه العربيه ومتفوقه فيها ويعني في المتوسطه يمكن طلعت الاولى على مجال الكويت. عاد مجال الكويت تراه مدرستين يعني او ثلاث صحيح ثانويه الجزائر والمرقاب. بس المهم فقلت هذا اللي يعني اعطاك دافع يمكن يعني ما دام انا جيده في اللغه وما دام انا احبها وهذا خليني ادخلها. دخلتها على اساس انها يعني بعد هم سهله لكن ما طلعت سهله يعني صحيح. طبعا القواعد بروحها يمكن مصيبه. إيه؟ هل ممكن تكون اللغه العربيه هي الاساس بتفكيرك بدخول للتجمعات مثلا الاسلاميه او الدخول او يعني العبور بالدين اكثر لا هو يمكن هي تعطيك فهم لان الكلمه في اللغه العربيه وايد يعني لها معاني متعددة أو تأخذ معاني حسب وقوعها في جملة حسب معينة حسب الصرف فيها أكيد. فيعني لغة جميلة جدا وأصلا يعني إذا لغة القرآن يعني صحيح. من غير الواحد. فإذا تمكنتي منها تمكنتي من دراستك سواء كانت أدبية أو دينية أو علمية يعني. إذن هل هي كانت حافز للتدين؟ لا هي مو لأن الواحد صار باللغة صار متدين. هو الواحد يعني يعيش حياة معينة بعدين يكتشف هذا الدين يعني. شنو هالنقلة هذه؟ متى اكتشفتي أستاذة خولة وصارت عندك نقلة بالتزام ديني يعني منظم؟ خلني أقول لك أني أنا يعني لم يعني درست في الجامعة وما كنت يعني أنوي الحجاب أو ما كنت يعني متحجبة أو يعني إحنا نصلي الصلاة التقليدية صحيح. اللي تشك تشك وخلصنا من يوم النصغار صلاة نصوم. العادة يسمونها هذه صلاة العادة أي أم عندها مثل كانت لما تمر تقول لي صلاة القولة مو مقبولة نفس كلمة أمي تعرف أمي لا نفس سرعة لما نخلص لكن ما قالت لي قعدتني وقالت الصلاة تبي لها اطمئنان وطمأنينة وقعدة وكذي. لا بس الواحد سبحان الله يعني يكتشف نفسه يلقى يعني ناس مثلا تدفعه أو تساعده أو كذي على أنه يعني يتجه. وبعدين صحيح. الله سبحانه وتعالى يختار ترى يعني أنت اليوم مو متحجبة اليوم أنت يعني أفكارك قومية عربية هالأشياء يعني اللي كنا كذي يعني فترات زمنية الواحد فعلا تأخذ تحولات يمكن في حياته تحولات يعني أول ما انفتحنا أنا يعني أحب القراءة وايد وحتى بعد ما توفى أبوي يعني عندنا صناديق فيها جرائد هو صار مريض فحتى جرائد مو مفتوحة يعني مجلة المصري كلها طبعا المصور الكواكب كلها مجلات قديمة كنت يعني أقضي وقتي أتصفحها وأقراها أحب الروايات أحب القصص أقرأ كذي. فهذه الأشياء يعني تخليك أو يعني توجهش أحيانا تقرأين كلمة مني تقرأين صحيح. موضوع منك سبحان الله هي الهداية من رب العالمين بعدين يكون معك صحبة مثلا تحسين أنهم يعني حتى أنا اللي يعني يمكن تحجبت معهم أو عشت معهم وعرفت التدين معهم ما كانوا يعني حتى من الكويت وما لقيتهم حتى إلا بعد فترة يعني من الكويتيين عشت يعني أنا عشت في مصر سنتين وفي بيروت سنتين وفي إنجلترا 3 سنين وفي أمريكا سنين معينة فيعني لفيت وشفت ناس وشفت شخصيات وشفت اتجاهات وتعلمت من خبرات يمكن عديدة هذه كلها أشياء تعلم الإنسان صحيح. بعدين ترجع وتقول يعني أنا في النهاية شنو أنا مسلمة وفي النهاية أنا يعني هذا المطلوب مني
وفي النهاية تكتشفين أن المطلوب منك راح يوصلك إلى إن شاء الله حياة أفضل وأسعد، فتنغمسين عاد فيها. وبعدين أنت تخصصك يتيح لك القراءة والفهم. صحيح. يعني اللغة العربية مثل ما قلت لك بحر، وخاصة يعني المختصة بالأحاديث وبالتفاسير، فهم المفردة بحد ذاتها يعني تكتسبين المعنى الحقيقي للمفردة. اي طبعا تعرف، فكل هذه الأشياء يعني أدت إلى أن الواحد جميل. الحمد لله. احنا مستمرين مع أستاذة خولة في هذا الحوار شيق بوجودك معنا اليوم في برنامج عسيف، ولكن راح نطلع فاصل، بعد الفاصل بنلتقي فيك مرة ثانية إن شاء الله. أستاذة خولة، يمكن تكلمتي عن اللغة العربية ودخولك في هذا الاتجاه وهذا الأدب، واقع التربية والتعليم في الكويت الآن بتقييمك الشخصي شلون تشوفيه؟ شوف الآن يمكن أنا من ملاحظاتي ومن مجرد ملاحظات ومن أحفادي ويعني حتى عيالي تخرجوا واشتغلوا، لأني تقاعدت يعني من التربية، بينما كنت في التربية كان الحال لا يسر يعني تتدهور حال التربية، حال التعليم يعني مو تربية، حال التعليم يعني صار كل سنة يضعف يعني. إحنا على كثر ما نسوي لجان، على كثر ما نروح دورات، على كثر ما نسوي للمدرسين، إلا أن الحال من سيء إلى أسوأ. الناس تتكلم تقول الكادر التعليمي ضعيف، وفي ناس يتكلمون المناهج غير جيدة. أنت شنو رأيك فيه؟ شوف المنهج، أنت يجيب لك مدرس جيد وعطى منهج ضعيف، أي منهج عطى راح يطلع هو، لأنه هو المدرس زين فراح يطلع لك يعني مخرجات جيدة. وهات منهج مسوي بهارفارد، سوونا أشكال ومعلم ضعيف ما راح يوصل، ومعلم ضعيف إيش راح يطلع فيه؟ ما راح يطلع كذي. فالمعلم أساس، المعلم أساس. إذا تحملين المعلم أكثر سوء وتدهور أكثر من التعليم في بس ما تحمله يعني كل المسؤولية، لأن الرقابة عليه، المناهج اللي يعطاها، الحياة التعليمية ككل في الكويت، التربية الأسرية يعني بالأول إحنا يعني كنا ندرس بروحنا ونمتحن بروحنا، أهلنا ما يدرون عنه. يمكن النسبة الأكبر نفس ما ذكرتي على المعلم، لكن هل ممكن أن المعلم بحد ذاته هو يكون جيد ومدرس من أحسن المدرسين، لكن مشكلة المال أو المشكلة المادية اللي خلتها ينتهج موضوع مثلا الدروس الخصوصية قام ما يعلم عدل بالمدرسة، لأنه هو يبي بعد الظهر كل العيال اللي عنده بالصف يروحون معه دروس خصوصية؟ لا عاد هذه شوفي، هذه مشكلة الدروس الخصوصية يبي لها برنامج بروحها وما في ضيوف ثانين غيرها. هو طبعا التربية مو شيء سهل، أو التعليم مو شيء سهل، يحتاج إلى خطط ويحتاج إلى ناس تؤمن بالإصلاح. يعني إحنا رحنا في رحت في دورة مثلا، أنا رحت في دورة في جون هوبكنز في أمريكا، وأخذناها كملناها في سكوتلند، والإصلاح التعليم وأسبوعين وثلاثة وإحنا نحكي عن إصلاح التعليم. إنزين لما يينا أحد تابعنا، أحد قال لنا خبرتكم اللي أخذتوها هالأسبوعين، أنتوا وديتونا وصرفتوا علينا، إنزين تعالوا شوفوا إحنا شيبنا لكم بعد ما وديتونا، مودين معانا ناس ما يعرفون إنجليزي. إنزين يمكن هذا النفس اللي كان موجود معاك ومع زملائك أتوقع الحين توقف شوية. شوية يعني توقف، حتى كانت عندك أكثر من تصريح، كان مقالات عندك يعني أنا كنت مقالات في موضوع المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كانت هناك تعديلات. المرحلة الابتدائية هي الأساس، بس وقفت يمكن هذه المطالبات أو هذا النفس خلينا نقول ما قامت. أشوف الناس الآن في الوقت الحاضر على جميع المستويات محبطة، وما كانت مثلنا أول تكتب وتحكي وتحاول، والآن الناس ما أدري يعني شنو صاير فينا، ماشيين على البركة يعني أو بطلوا، أو في ناس يعني يمكن إحنا ما هذا
يعني في ناس يقولون أن ما قرينا لهم ولا شيء، أن العمل السياسي الآن أثر كثير على أمور كثيرة منها التعليم. يعني صار الطالب الآن في مرحلة متوسطة أو الثانوي بدال أركز بدراسته 40% من تفكيره سياسي، تفكيره سياسي، لأن الـ 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 لأن البيت الأجواء. بس يحكي بس كلام، لكن المفروض أن السياسي يكون برنامجه أو أول شيء في برنامج أن في برنامجه إصلاح التعليم. إذا أصلحت التعليم أصلحت الأمة، فسد التعليم فسدت الأمة. يعني هذه مقولة ومشهورة ومعروفة. فأنت إيش قاعد تسوي؟ أنت قاعد الآن يعني الحين عاد الفجوة مخيفة صارت بين بين المناهج وبين التعليم وبين الطفل اللي يعرفه. هل تحسين أن هذه المناهج تحتاج إلى تعديل بما يتناسب مع أجيالنا اللي قاعد تطلع الحين؟ يعني تحتاج إلى المزيد من التطوير أو تغيير طريقة المنهج؟ شوفي، المناهج لازم تتغير في كل فترة. يعني ما يمر عليها سنتين إلا التغير، الحين يمكن ما يمر عليها 6 أشهر إلا التغير. صحيح. إحنا ما نقدر نغير كل 6 أشهر أو كذا، يعني هم لازم يكون في هدوء ونمطية يعني في المناهج. فلازم تصلح المناهج، ولازم قبل ما أصلح المنهج أو قبل ما أجيب منهج لازم أدرب المعلم على هذا المنهج. على طار المعلم استاذ خالد، اقطع كلامك بالخير، يمكن سمعتي خبر استجلاب او العماله من فلسطين، معلمين فلسطين. يمكن احنا عاصرنا في جيلنا مدرسين معلمين فلسطينيين كانوا متميزين صراحه. الان يعيدون النظر في جلب يمكن اساتذه معلمين. التعليم متدهور، مو بس في ترى مو بس عندنا احنا، لان بلدنا وقاعدين نحكي عنها. بس ترى احنا لما كنا نروح نجيب مدرسات، انا كنت يعني في مع لجان الاختيار. حلو. ترى المستوى تردد المعلمين يعني في المعلم الفلسطيني ليس كالسابق. لا لا لا، ماكو احد كالسابق في سوريا والاردن. احنا احسن ناس نجيبهم، انا اتحدث عن اللغه العربيه. صحيح. أحسن ناس نجيبهم من الأردن ومن سوريا، هذه أحسن ناس نجيبهم. تونس والمغرب وهذيلي يعني ممكن بإطار آخر وليس اللغة العربية. لا، هذيلي يمكن أحسن ناس بالنحو في اللغة العربية شمال أفريقيا، بس اللهجة صعوبة على مع طلابنا. يمكن التخصصات الثانية رياضيات العلوم يمكن متخصصين فيها المعلمين المصريين. اي فأقول فلكم يعني لا يعني احنا نبي نوصل الى نقطة ان التعليم متدهور في جميع انحاء في جميع الوطن العربي. اصبح ترى حتى نقول احنا عيالنا مرفهين ومدللين، ترى حتى هناك في مصر وفي سوريا وكذي صار عيالهم نفس عيالنا. والدروس الخصوصية. إذن هي مشكلة جيل وليست مشكلة. إيه مشكلة حتى في، يمكن يعني أنا كنت أقرأ تقرير عن أمريكا يقول نسبة الأمية في الثانويات اللي ما يقرون وما يكتبون، ترى هذه مشكلة حتى إحنا عندنا موجودة. يوصل للجامعة ما يعرف يقرأ ولا يكتب، لأن أصبحت التليفونات اللي عاد خربت كل شيء. صحيح. فهذه هالتكنولوجيا الحديثة يبيلها تعليم حديث. الحين الياهل قبل لا يتعلم الكتابة من المدرسة بيكتب بالتليفون. صحيح. إذن هل أنت مع التعليم بالطرق الجديدة اللي هم ممكن قاعد يجربونا بصفوف معينة عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق السمارت بورد حق المدارس الياهال؟ لازم يعني وهو لازم، مو بكيفنا إحنا لازم نطور ولازم نمشي، لأن هذه الحياة، هذه احنا ما ندري. مع انهم جربوها يعني بكذا مدرسه يمكن ايام احمد المليفي، لكن للاسف الحين يمكن كلها راحت بالزباله. الحين موجود التابلت، موجود في اكثر من مدرسه. ولكن الجيل هذا قام شي يسوي، قام ينزل برامج على التابلت بطريقه مع انه مقفول ما ادري شلون، ويبدي بالحصه يلعب جيمز. والمعلم ما يدري، عباله انه قاعد يتابع مع الدرس، لان طريقه التعليم ما هي جاذبه حقه. صحيح.
اي هو انت لو انت مخليه منتبه ويدري ان اذا ما انتبه لك ولا طالعك ولا سوى اللي انت تقوله كمدرس راح يعني مثلا يروح عليه شيء راح تروح عليه. الحين حتى المعلومة ما تروح على حد لأنه ما في أتراكتف حق يعني ما هو مو مشغول معك. تشوف التجارب أول قالوا التعليم عن طريق الكمبيوتر، جابوا كمبيوترات بالآلاف وحطوها وانقطت في سراديب الوزارة، بعدين قاموا البنغالية كل يوم يشيل له واحد وموضوع الفلاش ميموري اللي بعدين ردينا على الفلاش ميموري خلصنا، بعدين قالوا الآيباد خلصنا من الآيباد الحين التابلت ما يخلون الطلاب يعني إيه كنا نشتري كل يوم شارين شيء حق عيالنا ولا تعمم التجارب يعني دائما مدرسة ثلاث مدارس تجارب مدرستين في هالمنطقة مدرستين هذه مدرسة تجارب والسنة زين يلا خلاص هذا مثل نفس اللي يعطي أحد كتاب وما يسأله بنهاية ما قرأ خلص الكتاب ما يقول له شنو النتيجة من هذا الكتاب قيم التجربة. أنا ودي أخذك الآن من هذا المحور إلى محور ثاني وكان همك شاغل يمكن المرأة والعمل خلينا نقول النسائي بشكل أو بآخر صح. الآن بعد هذه السنوات وين تشوفين المرأة الكويتية؟ هل هي بالمكانة اللي كنتي تطمحين لها؟ هو شوف يعني أنا دائما أحاول أجد الأعذار أنا ما أقول إن إحنا في الوظائف احنا وصلنا يعني للنساء ما اخذين يعني الحين وصلت الى المحققه صار في نساء محققات يعني ودخلت البرلمان العالم شي طالب حق المراه العالم ترى كله يطالب ان المراه تعمل اي وظيفه اللي هي تدرس تبيها. باي تخصص وتعمل في اي وظيفه تدرس اي تخصص وتعمل اي وظيفه احنا هذا موجود عندنا ترى من قبل صحيح. زاد احنا اول على ايامنا الفرص العمل شنو مدرسة صحيح كلنا طلعنا مدرسات اي هذا يعني زمننا يو بعدنا يعني بفترة معينة بسنين معينة لا صاروا مهندسات صاروا طبيبات صاروا فيعني تتطور المرأة والعمل تتطور. السياسي الآن أخذ يمكن احنا بس جانب كبير اي احنا كان همنا المرأة يعني همنا الجانب السياسي وايد أنا أحس إنه يعني ضيعت وقت وايد من عمري وحياتي على هذا الجانب لأن هو يعني كان بيي طالبنا فيه صح ووقفنا وحاضرنا وحكينا وبررنا وفقدنا ناس يعني كانوا يحترموننا لأن إحنا وقفنا يعني هذا الموقع أو اتخذنا هذا الاتجاه لكن في النهاية نساء الكويت كلها أحبطت من تجربة النائبات في مجلس الأمة إذن أنت غير راضية عن تجربة ما كانوا بمستوى طموحنا إحنا وخاصة أنهم زميلات لنا عشان كذي أنت مو متشجعة في الموضوع هذا وقلتي أنه راح عمري وأنا أتعب وأشقى عشان أوصل إلى نتيجة ما وصلتي لها لا هو أنا مستانسة أنه وصلنا النتيجة بس لكن النتيجة غير مرضية النتيجة ما بعد دخولهم لما وصلنا خذلنا مو أحبطنا خذلنا يعني أن كنا نبي أو كنا قلنا الله طلعت فلانة وفلانة وفلانة وإحنا نحبهم وإحنا وكنا واقفين معاهم وهم معانا يعني بس إحنا نشوف بعض النساء اللي دخلوا البرلمان أسامي أسماءهم مرموقة في المجال وتركوا بس ما يمكن منهم أستاذة صفاء الهاشم اي صفاء هذه بروحها في وقت بروحها ما كان حتى ما كان في منافسات لها من النساء وبعدين عندها بس اقصد انها اثبتت وجودها يعني في طبعًا المجلس اقول لك شوف هو العمل السياسي بيني وبينك ما يحتاج الا كاريزما يعني شخصيه وقضيه وصوت فطبعا شخصيه وصوت من غير قضيه ما يصير بس هي عندها قضايا وتوقف مع وايد من فئات المجتمع الكويتي اي انا اقول لك صفاء يحبونها الناس لانها تحكي بنبض الشارع الكويتي المواطن وشنو المطلوب من النائب انه يتكلم باسم الشارع الكويتي اي صح كلامك صحيح انه تتكلم باسم الشارع صحيح وهموم الشارع وبعدين عاد نبي النتيجة عاد شنو صحيح. النهاية في يعني أنا حد تحدثت وصارخت وقلت وبعدين وسويت وشنو صار إحنا ما يعني تجاربنا ما تكمل
احنا ما نلوم النواب، انا ما الوم النواب، انا الوم الحكومه اللي كل ما استقرينا 6 أشهر 7 أشهر حلوا المجلس. هل سبب عدم وجود الفئه النسائيه بالاونه الاخيره هو الاحباط اللي حسيتي حضرتك فيه، واحباط معظم النساء بدليل ان كانوا الحريم يروحون يقولون ان احنا ما راح ننتخبهم، احنا بننتخب فلان وليست فلانه؟ اي صح قالوها، وانا جتني واحده كذي بالحرف الواحد سمعناها وايد باصبعها تسوي لبه ان قلتي لينتخبي مره. صحيح سمعناها وايد احنا اول ما بدينا اي الحريم والحريم والحريم اكثر اقل فسادا من الرجال ولا لا لا لا، يعني كنا نقول نظريات بس اكثر الوزيرات اللي مسكوا خلينا نقول صفحتهم بيضه ورايتهم بيضه، مثل خلينا نقول سيده هند الصبيح ما شاء الله عليها، يعني إيه سكت حقبة معينة كانت يعني من وماسكة وزارة من أصعب الوزارات يعني إذن يعني المرأة الوزيرة أثبتت نفسها أكثر من المرأة في مجلس الأمة؟ والله هي متساوية يعني، لأن ما عندنا وزيرات وايد علشان نقارن بينهم وبين النائبات، يعني قولي النائبات صار عندنا 4 تقريبا لكن الوزيرات 2 أو 3. سؤال أخير قبل أن نختم معاك، وايد ناس يقولون أن التجمعات النسائية أو خلينا نقول التيارات النسائية مو على قلب واحد يحاربون بعض، لو كانوا على قلب واحد ويتحدون ويرسمون خط معين ستكون مكانة المرأة الكويتية أقوى من المكانة الموجودة الحين. الحين ماكو جمعيات نسائية، أكو تجمعات متشرذمة قليلة. أيوة. أي محل دورها، فقدت بريقها، ما عندها برامج تنمية، فأصبحت الآن اللي موجود بقايا جمعيات بدت بإخلاص وبدت بأهداف وبدت بنظريات وبدت برؤية للتنمية ورؤية لإصلاح المجتمع وهذا. في النهاية بعدين يعني سيطرت ناس على ناس أو إحساس يعني الناس مثلا أو بعض الجمعيات أن لازم تكون مثلا رئيستهم شيخة، نقولها صراحة وكذي، ويمكن هي ما تفهم في والبعض اعتمادهم على الدين كأساس للجمعيات، هم أن هذا كان ممكن يعني الموضوع صار برستيج وبروتوكول أكثر ما هو إخلاص وتفاني في العمل. وبعدين العمل النسائي يعني يبي لبعدها حر يعني باب حرية يعني صحيح. مو أحد يسيطر عليه على العموم استمتعنا بوجودك اليوم معنا أستاذة خولة العتيجي الرائدة في العمل النسائي. صح وايد بس إيه والله صدقت ما يخلص، ولكن يمكن الدقائق اللي عشناها مع بعض استفدنا وسمعنا منك كلام جميل ومميز كعادتك أستاذة خولة، يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يسلمك، حياك الله ونورتينا. بس أنا بأشكركم، شكرا لك، وكان ودي يعني أن المواضيع تكون يعني تأخذ صحيح. عمق في الإجابة أكثر، يعني إجاباتنا بإذن الله إن شاء الله يمكن يجمعنا أيضا لقاء آخر إن شاء الله نتكلم عنه. المهم مشكورين ويزاكم الله خير، حياك الله، ونظل نقول إن يعني لا زالت الدنيا بخير، عسى والأحوال لا يمكن تستمر على ما هي عليه إلا أنها إن شاء الله تصلح. وبالرغم يعني أنا يعني هالأيام وايد عندي إعادة تفكير إن إحنا قاعدين وايد نلوم نفسنا ونلوم مجتمعنا ونلوم حكوماتنا ونلوم مجلس أمتنا وبس، يعني إحنا المفروض لازم نغير، المفروض نعمل المفروض لازم نغير عاد هذا اللوم ونبتدي يعني ننصح ونعمل إن شاء الله. صلى يطول بعمرك إن شاء الله من أجل الكويت. أكيد إن شاء الله. مستمرين إحنا معاكم مشاهدينا بعد البريك، إن شاء الله راح يكون معنا زميلنا عدنان الشرهان وفقرة حكي ما ينقال.